أنا أحمد بهي، داتا أناليسيز كورس مانجر في يوداسيتي. حابب أكلمكم عن برنامج محلل الأعمال التابع لمبادرة المليون مبرمج عربي. الهدف من البرنامج هو تعليم الطلبة والطالبات المهارات والخبرات الأساسية المطلوبة في تحليل البيانات. أما عن تفاصيل البرنامج، فالبرنامج بيبدأ بتعليم الطلبة والطالبات العلوم الأساسية المطلوبة في مجال الإحصاء والبرمجة. بعد كده بينتقل البرنامج لتطوير مهارات الطالب في جمع البيانات وتحليلها، تفسير نتائج التحليل، إلى أن يصل لشرح هذه النتائج بشكل صحيح ومبسط، وده لاستخدامه في دعم واتخاذ القرار. وفي نهاية البرنامج بيكون لدى الطالب المعلومات التقنية الكافية لبدء رحلته في البحث وتطوير ذاته ليصبح محلل للبيانات. أما عن فرص العمل، فطالما في بيانات في احتياج لاستخراج المعلومات منها لاستخدامها في دعم واتخاذ القرار، وهنا يأتي دور محلل البيانات. فيمكن العمل في الشركات المتخصصة زي مايكروسوفت وجوجل، كما يمكن العمل في الشركات والمؤسسات في مجال اتخاذ ودعم القرار. الهدف من البرنامج إعطاء الفرصة من غير أي شروط مسبقة لإنشاء أكبر عدد من محللي البيانات، لأن ده بيساهم في تطوير الفرد ومعرفته بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها وتسخيرها في تلبية حاجات المجتمع.